لعاب راه ما قادرش واحد ما قادر يبين ويعطي ويسجل الاهداف وداك الشيء. حنا من هذا المنبر كنساندوا اللعاب وغنبقاو نساندوهم حيت لا ذنب ليهم في هذا الشيء. راه كنتمناو باش مدينه كامله تلبي ويجيو يساندوا فريق شباب اللعابه ما دارين والو. المشاكل ديال التسييريه اللي كتخبط في الفريق من بدايه الموسم اللي رجعت المعنويات ديالهم محبطه وداك الشيء. من اللعابه راه ما قادرش واحد ما قادر يبين ويعطي ويسجل الاهداف وداك الشيء. حنا من هذا المنبر كنساندوا اللعابه وغنبقاو نساندوهم حيت لا ذنب ليهم في هذا الشيء. ودابا ملي سمعنا بان تخلاو على المدرب ما كنتمناو ما يكونش المدرب هو كبش فداء يسدوا بيدك التقبق. كنتمناو يكون تسيير وتحرك ايادي المسيرين تحرك مزيان باش ينقذوا هذه الفرقه. لان تتطلع على الشباب الدوزيام هوات راه صافي راه التاريخ غيبقى يقيد عليهم هذا الشيء اللي داروا فيه. شحال قدهم كاع ما يتخدموا على بنادم. لان كنطلبوهم من هذا المنبر حتى هما كنطلبوهم كنقول لهم حاولوا تعتقوا الفرقه. حاولوا ديروا ايفيد وتهلاو في هاد اللعابه وتنقلوا الفريق. هذا راه ماشي وقت تغيير المدرب ولا داكشي. حنا خاصنا باي طريقه نخرجوا من هاد المأزق لان الجفراقي غيطيحوا الدوزيام هو هاد. المعنويات ديال اللعابه في هاد الظرفيه هادي باش ما ينهزموش الاحد المقبل. اول عاجل اول مفتاح باش يخرجوا من هو ثلاث نقاط نهار الاحد. يوم الاحد خاصهم ضروري يطروا بوا باي طريقه والطريقه المزيانه باش غادي المعنويات ديال اللعابه يكون مرتفع. وهاد الجمعيه الانصار الا كانت ما بقاتش كاع كان الاستقاله ديالو تعلينا امام الملأ باش نعرفوا راه ما بقاتش. ماشي حنا كنديروا على كناضلوا على قبل الفرقه وداك الشيء وهي تجي حتى الاخر وتركب على دارنا حنايا. خاصها تبان يا اما دير الاستقاله ديالها يا اما تبان الوجود تبين الاشغال ديالها. انا ما عرفناش هاد الجمعيات كيفاش كتعطاهم هاد الميناء كيفاش كيداروا كيفاش هما كيديروا والو. قليل كاين شي بعض الجمعيات في المعمديه كامله اللي خدامين ولا تيبانوا لنا في الوجود خدامين في القطاع الرياضي وفي البيئه وداك الشيء. الجمعيه ديال البيئه في هذا الصالون غندخلوا ونخرجوا على الرياض. الجمعيه ديال البيئه اللي كاينه هنايا ما الخال كيتحيد ما انا ما هضرتش عليه. ورينا ديك جمعيه البيئه اللي كيتخلصوا مع شحال وكيدايرين المقر ديالهم في الدارك الملك لا هما امرهم دروا على شي حديقه امرها دروا على النخل. وشكرا انا من هذا المنبر وصلت تدريسي. صار عرفتي تجيب اي واحد ما عنده العرق السير هذه راه غيقول لك الحل راه هو خاصين اللعابه الشباب المحمدي خاصين اللعابه اللي غيزيدوا اضافه للفارق الدنيا يعني الله. الجمعيات كل شيء دابا ما بقينا باغي نحاسبوا حد نقدوا الفريق ديالنا ونقدوا فريقنا. انا كنكرر عليكم كنتمنى كل شيء يجي التيران اي جمعيه جيك انتم كتقول على الجمعيات جمعيات راه هنا فين تبانوا كلمه الجمعيات جمعيات المحمديه كاملين اي جمعيه انا كنهضر عليها راه ما كاينش شي واحد كيوقف مع هاد الفرقه. الا كان عنده كان ديك العماله غتعطيهم شي فلوس راهم كيعلقوا معنا لافتات هنايا يتسالي العماله سالا ولا لافتات. الا كان بنادم كيبكي الفرقه بصح نهار الحد نشوفوا في التيران نقضوا فريقنا. هذيك هضره نقول لكم في القهوه احد قال ولد فلان فلان دار هذا دار هذا فعل هذا شمر واش يقولها في التيران ما تبقاش تقولها لينا في الزنقه في القهوي. الا كنهضر مع اي جمعيه في المحمديه كنتحداها كنتحدى اي جمعيه في المحمديه راه ما واقفاش مع الشباب. اي واحد باغي غير الفلوس عماله عميل شباب ونجيو عاونوها بانوا كما كنتو كتبانوا ملي كيكونوا الاشارات تلبس الكومبليات دابا فين تبانوا. لا مشات الفريق الهواة الدوزيام هواة راه انتوما اللي صيفطتوها جمعيات.